السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب الساعة، هلا هلا بالجميع، هلا بأحلى متابعين ودون متابعين. شوي اليوم الموضوع مختلف شوي. ليش؟ لأن أفكر في المستقبل الحين. نحن الجزيرة السياحية مش 100% خلصت، بس أحس أنه محتاج أتضخم أكثر في المدن والصناعات والمواصلات. بعدين أرجع لها قاعد أكمل عليها شوي، يعني اعطيها الحين وقت حق نفس. عندنا مطارين، مطار صناعي، مطار هذا، مطار دنيا. اللي محتاجين الحين منطقة اليوم قررت تكون هني، اللي هي مستودعات. هذا للمستقبل، لان في المستقبل شو بسوي؟ بسوي مزارع، بسوي تشجير، بنسوي معادن، وهاي كلهم راح يندرجون تحت منو ولا وين يحطون اغراضهم في المستودع. الشكل الاساسي منو؟ في المستودع. فبحتاج يعني منطقة مستودعات طيبة يعني، وشوي هالمرة لازم يكون غير المستودعات، لازم يكون لها مثل ما تقولون مكان بروحها، مكان مخصص لها، مكان الناس تروح وترد عليه في المستودع نفسه. فشو أبى أسوي؟ أبى درب. أول شيء رايح رادو، يعني الدرب هذا رايح رادو، وأبى شارع صناعية. بخبركم الفكرة وين الحين شوي، ان المنافذ والمخارج يكون شوي غير. يعني الحين اذا بمستودعات، بمستودعات العودة، واحد اثنين، اقدر احطي لو شوي امد شو اسمه، اظن افضل لو يكون للنبي بإذيبت من الوسط بالضبط، ما راح يكفي. شوف اي بالضبط، بيكفي واحد ما بيكفي الثاني. شوي الثاني لازم امده. لحظة، هاي اضخم مستودعات؟ لا، خلينا نحط اللارج. ابغى المستودع تكون معنى كلمة مستودع ضخم، وبتقريبا كل واحد يكون في شبه شارع بروحه. اوكي خلنا نمد شوي. اللي ابغى اسويه شوفوا كالتالي، بجيب شارع جنب من هني، مفروض انه بيكون مايل، وايد مايل. لا اوكي، الشارع هذا لين هذا المكان، هذا المكان يرجع لوين؟ تبرع. اوكي، الحين المستودع بحد ذاته راح يكون داخل من هذا الطريق، وان شاء الله يكفي المكان. ايه بيكفي نايس. رايح لين مش سيدي 100%. لحظة، خلنا نسوي بالطريقة هاي، خلنا نشيل السنبنك تول. لحظة، ايوة، اعطي ابجريد بالعكس، نكسر الشارع بالطريقة هاي، ما يعطينا مساحة كافية حق كنت تتأمل على مستودع. لحظة، نعطينا مكان هذا مش سيدة. اوكي، هذا اوكي 90 درجة. اي
90 اللي هو المفروض يكون زاوية صحيحة. في 90 مش سيدي أبدا. أنا أيوه بمشي معه، أنا بمشي معه، بس هذا مش عدل زين، لأنه ما أعرف كيف هاي الأنجل ماله بصراحة. إذا هذا 90 درجة ما يمشي. شوف ولا هذا يمشي. واحد أربعة ما بعجبني أبدا أبدا، مش عاجبني. شو بسوي؟ أول شيء مستودع واحد طريقة هاي. أوكي مستودع ثاني، أربعة من المستودعات أتصور بيكون أكثر بكفاية. أوكي مستودع ثاني حلو، واحد سنبك تول مبند يستهبل عليها. ما يعاند الا هنيبه. عنيد عنيد هذا هو. اوكي ما تعرفوا تو سيستم، مرات لازم نسوي مكان من مكان نفسه اذا عرفت خلاص نسويه هني على اساس نحط الشيء حق خدمات بعد. طريقه لا خدمات ما نبغى، ما نبغى خدمات. ومستودع ثاني هني، مستودع ثاني هني اي سدنا، ما نبغى شوارع من وراها حاليا. شنو نبغى نسوي؟ نسوي مقابلهم نفسهم. هنستورد ماي. اوكي نمد لهم كهرباء. اوكي زين الحين بنسخهم هايل. كوبي نحطيهم بالعكس في الوسط، الوضع راح يختلف شوي ترى أخبركم كيف. بس دقيقة هني بالطريقة هاي ونيب. شوف لا زين ونيب مجمع الجسور هذا طيب بالطريقة هاي. زين والنيب مجمع جسور حطيه بالطريقة هاي. شوفوا الحين اللي راح يحصل كالتالي، مجمع الجسور هذا يكون هني بالطريقة هاي، وعندنا هذا راح يدخلوا له من هذا الطريق، وبكمل طريق عادي لين هني، وهو بيدخل وين؟ هني أمرا انه يروح على الهاي واي ذاك. وعندنا خلنا نوقف اللعبة، هذا الشارع راح يجينا من هذا الشارع زين بالطريقة هاي.
بس شو يبغى لنا شوي شوي نسويه احلى. او منطقي اكثر بالنسبه لي يعني من احلى، يعني انه يبين ان طالع من شوي الشارع مثل ما تقولون مساير، مساير الوضع مش العكس. زين ونبقى مع القطارات يا اصدقائي. سطف من فوق ارتفاع 12 نسوي نحن في العادة. زين ايوه خلا اسوي سنب، خلا اركب مكانه، حطي هذا هني، حطي هذا هني، وتستمر الحياة طبيعية طبعا. انزين الحين الشيء الثاني اللي نبغاه محطة قطارات. اوه صح نسيت هذا. انزين هني بالطريقة هاي نسوي المخرج. زين الحين هذا الشارع باب وصل حاليا لانه بيوصل في من عن طريق نفق في الامتداد الجديد اللي راح يكون بعدين، فهذا راح يكون مسكر حق المستقبل. نفس الشارع كيف الحين استعملناه، وهالشارع كيف مسكر، وهنا بيكون في منفذ له طبعا اكيد في نفس الوقت. بالنسبه للصناعيه هاي وضعها شوي مختلف عن باقي الاماكن، لانه ما راح اسويه شارعين بالطريقه هاي اساسيه، لانه راح يكون الهدف بيني يوصل بينه وبين الصناعيه وليس الشارعين ولا شارع الهاي واي على كلام الاصح. انزين فراح اسوي شو؟ اني انا اسوي له 9. انزين 11. اوكي لحظه سوري، 9 اول شيء قريب حيل. ايه 9 يستوي نايس، ان الشاحنات بيخطفون، ما بسوي شارع ضخم، ما بوايد يخسرون سرعة قبل انهم يدخلون من مكان لمكان ويكون قريب نوعا ما من الاختار. خلينا نشوف اختار ثاني يمر، هذا بيختار ياي صح؟ ايوه هذا هذا ايوه ويتال. شوف ممتاز والله ممتاز، رقم واحد. وهذا راح يوصل الشارعين طبعا بعض بشكل اساسي. خلي اخذ يوتير مهني دام ان للحين ما اعرف انا مشاكلهم وخيرهم من شرهم. خلوا الطريقه هاي راح يخدمون المنطقه هاي. الحين اللي راح يستوي هاي طبعا محتاجين امور نفسه شرطه. الشيء الوحيد هو لان الشارع رايح راد شويه، هاي مشكله الون وي. زين اللي راح يستوي هني راح يجينا الشارع، شارعين هني في الوسط صناعية. زين في الوسط والطريقة هاي حلو، وراح ينزل من لا هي راح ينزل من تحت. ويسيب لحظة هذا يبغالنا، ما يبغى الاندر جراوند. لحظة يبغالنا نمسحها شوية، نمسحها من هنا شوية، نزل الشارع ماينس 12. ليش ما يرضى؟ ليش لحظة ويت ويت، المفروض هذا صح؟ اوكي انا كنت استعجل عليه 16 ميبي. زين عادي لحظة خلنا نمرر شوي من الدعم، بنطلع من هني وبنزلنا شارع من هني يطلع لين هني والعكس صحيح.
من الشارع هني ونزلنا الشارع من تحت الأرض ماينس 16 قلنا زدت شوي ترى بس أهم شيء إنه يعني يضبط الوضع شوفوا هاي اللي يضبطون الوضع نوعا ما هالشارعين بعدنا حلوين هاي الحلوين مفروض الحين يوم أحط عيادة هني يوصل كل مكان بس للأسف تعرفون سيتي سكاي لاين أكيد ما بيوصل ممكن لأن أصلا هالشارع ما في اللي يدخلون من هني بكل الأحوال بس خلي الدخلة هني والفريج نفسه الشارعين ما راح يختلصون ما بواجه مشكلة فعليا في الخدمات صراحة لو واجهت مشكلة في الخدمات وايد صعب في سيتي سكايلاند هني ما يطلعون نسوي بالطريقة هاي اوكي بس بالطريقة هاي والمدخل الطريقة هاي مخرج عسى الناس ما يطلعون من هني بس زين الحين خلنا نشوف حسن الوضع مش وايد ممكن اسوي اهم شيء عندي انا المطافي هني صراحة المطافي هني مطافي هني بين الشرطة شرطة عودة هني بحطي شرطة عودة هني حطيلنا كشف عود ما يمدي ما في مكان اوه والله مضبوط شوف الطريقة هاي اوكي بنحطي لنا هني يكون اخر شيء عشان نمد كهرباء انزين والحين نبى حق المكان طبعا الشيء المهم طار طبيعي المكان بدون خضار ما يسوى ابدا حرفيا ما يسوى شيء هذا المكان اساسه الفعلي يمكن خضار يكون هناك خضار هني خضار خضار هني الاثنين كارغو على فكره الاثنين يبيون هاي طريقة خلي يمر دايركت من عند المبنى ما عندي مشكلة وين واحد هني ننزل هني اساس في المكان اصلا الشحن لكن شو بنسوي الحين مثلا بنسوي مستودع واحد هذا حق شو اويل مثلا يونيك فاكتور برودكتس مثلا واحد زين واحد بنسويه اويل اند غاز وين متلز بلاستكس نحن قاعدين نسوي بلاستيك اصلا مثلا عندنا جلاس مو قاعد نسوي بتروليوم هذا عندك ما عندنا متل الحين ما عندنا شيء الحين ما عندنا بيبر الحين ما عندنا انيمال برودكتس الحين بس ممكن اسوي زونت اويل برودكتس مثلا بالكثير وخليهم هني هاي خليهم برايهم الحين خليهم فاضيين ما يسوون شيء بس بتشوف الناس بتروح وترجع الشارع على حصان من الحين ولا لا هذا مكان فنان يعني هاي مستودعات يعني جميلة الصراحة بس بعد يبالها شوي كم من شغلة انزين اللي يبالها صار اذا يركب افا بحط قطار مكان ها ممكن اعدله بس مش وايد همني ان شكله كشكل هني زين بس اقول هل نرفع هذا من هني الشارع من هذا المكان
منين نحطي فيه سكوبتوس هذا؟ يبغالنا فرشاة. زين فرشاة هذي اوكي وهذه وصلنا شوي. هي تحسون الدرب مستو دراكن عادي لانه بيرجع القطار ما عنده مشكله. يطلعون يدخلون من نفس المكان مع هاي. اتصور اوكي بيكون. ما بيدخل اوكي. لحظة هذا بيجون من داخل بس. عرفتون شو؟ لا اوكي. اوكي. اني من تحت من هاي النقطة لين. يطلع لين هني. ايوه استوت هني طلع طلع استوت دخله. اموره طيبه لان الحين لان السكه اتجاه بالاتجاه بيطلعون بس ما نقدر العكس. وهذا سكتين صعب مسكتين السكه قاعد نسوي كنا نسوي له داون جريد اصلا. زين خلنا نعطيه شوي موي. هاي منطقه الشحن هاي مفروض انها تخدم مصانعي مفروض بشكل مباشر يعني تخدم مصانع. ولهذا السبب حطيت لها شوارع ضخمة لأنه بيكون إداريا كمصانع وايد مفروض إنه يكون عندي. وفي نفس الوقت بسوي لهم حلقة وصل كبيرة يعني. هاي بينهم حلقة وصل طيبة وهني حلقة وصل طيبة وكل حد له حلقة وصل مع المكان هذا. ليش؟ لأن هذا راح يرتكز فيه مفروض التخزين. اكبر مستودعات ممكن يعني نمده بشكل مش طبيعي. اقدر اسوي له كوبي اعقه مكان ثاني بكبره بالطريقه هاي. في عندي دبل مصانع او اي من نفس هذا التشكيل اعقه هني واخلي هني صناعه الغابات حتى اوصل الشارع الاساسي من هني لين هني اذا بغيت في المستقبل حتى مع سكه الاختار ارمش له. بس النايب زاويه سكه الاختار والامور طيبه يعني ضبابه شوي. انا نزلت الدي اون مود واظن كل شيء واضح حتى في الليل لو شوف كل شيء واضح. ما ظني اياكم طلبتوا مني وحاولت اني اسويه. بس الحين قام يستوي الزحمة ترى عندنا الشوارع. شوفوا مثلا هذا المكان قام يزدحم شوي 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 شوي. البترول البترول مشكلته نهاية خط عام يعني هالشيء اللي الوحيد يمكن لازم اعدله. في مشاكل عامة انا دائما بواجهها ما عندي مشكلة وياها. نفس نشوف هناك الكتر الله يعزكم بعض الحرامية اللي لهم عندهم مركز شرطة بس ما اعرف ليش شو مشكلة مركز الشرطة اللي يخليهم يركزون يسرقون ولا منهم فايدة مركز الشرطة مالنا. لكن كان مصانع عندنا يعني شغالة رقم واحد. ممكن نحط هنا مخفر صغير حق الجماعة اللي هني يتأدبون شوية هني. زين اشوف التغطية ما احتاج اني اجتهد زيادة في تغطية مركز حق هذا المكان. ما اتصور انه بكون محتاج بشكل فعلي الا هذا. ممر ممر قلنا بسوي الباقيين باتجاهين صح؟ خلنا نسوي بس مدخل ومخرج خليناه ثابتين. اللي ابغى اسوي بعد اذا اقدر امد من هني الشارع احس بيكون كيف ايش تبي. المد شارع من هني 12 بس زين ونشل هذا شوي هني. زين ونشل شارع من هني نرفع 12 اوكي نميله بالطريقة هذه. هاي حركة الوصل بين الاثنين
نوصل هذا لين هني، نوصل هذا الشارع لين هني، نسوي شارع وسطي بين الاثنين. بيكثر شوي الزحمة بس مو مشكلة، مو مشكلة عادي. الهدف اني انا انزل الناس لين هني واخليهم يتوكلون بعدين. لحظة، يستوي ولا ما يستوي؟ اهم شيء اذا يستوي، اهم شيء يستوي. لحظة، نشل السنبلنك تول. ما يخدمني في كل مكان للاسف اني اشله، بس ممكن نسوي بالطريقة هاي. له داعي؟ لا ما له داعي فعلي. خله برايه، ما عندي مشكلة. خله حتى كيوتيرن الحين، كنت بحط يوتير من تحت لهذا الاتجاه، بس لا، خلهم ياخذون الجسر هذا ويدقون يوتيرن صعب، ولا انه يلعوزوني، لان هالاثنين الحين ممكن حد بيروح هذا الشارع من هالاتجاه. فهذا كان هدف اليوتير، بس راح يطول المواضيع. احس راح يطول المواضيع شوي، بس هي كفكرة احسها فكرة ناجحة، يعني انها حطيناها هنا. زين، محتاج خدمات عامة انا هنا يعني اصلا في كل الاحوال، لان نحن ناس طيبة، فنحن نحب ندلعهم، ودائما انسى اي واحد اي قياس. نحن ناس طيبة، فنبغى نحطي لهم حديقة في اماكن هني مثلا. الناس اللي تشتغل هني، ومنها من اللي على الشارع يشوفه كأنه ممشى، يعني ممشى صغيرون، الناس تقعد فيه تستانس تبسط، مش غلط يعني. إذا قدروا يوصلون لهني زين، نقدر نخليهم يوصلون غصب عن طريقة المشاة، بس ما نبغى. إذا هني استوت زحمة وتجمعت الزحمة هني، لأن الحين الناس تبغى تروح وترد هني، ومفروض عندي ناس تجي من هني أصلا، أي وقع يجون ويروحون، لأن هي في مخازن البترول بعد، بيون من وين البترول لين وين لين عندنا هني. فهذا شيء وايد مهم عندنا في المعالم، ولا في وايد معالم مفروض نقدر نحطيها نحن هني، نزين المكان. بس المشكلة الوحيدة عندي سيرش تور تول، بس ما بعقد المواضيع وايد، يعني ما بحطي وايد، لأن عندنا ستورات حلوة جاهزة، وما بي اقعد اتفلسف وايد في الاشكال وهاي الامور. رديت نزلت السيرش تول انا من فتره، فشو ابي اسوي؟ فابي اخلي تقريبا بالطريقه هاي، واني ما اعقد الموضوع هنا، اخلي الموضوع شغال 200 200 من غير اي مشاكل. لما الموضوع شغال وعندي مستودعات، معناه اروم اشبك هنا، غير هالشارع هذا النوع من الشوارع، واسوي هنا مصانع كامله، واسوي هنا مصانع كامله، وعندنا حريقه هنا. انزل، ما عندنا حريقه، وعندنا سبب ثاني اني احط برج هني. هاي حرائق طبيعية على فكرة، يعني فعل الطبيعة، ولا هذا تحصل حرائق في المناطق هاي. نحطي لنا هني هي زين، وايد زين، وايد زين. هاي المفروض ما يسوي وايد، لان هاي اصلا معتمدين على هليكوبترات اللي انا اشوفها، اصلا هي هليكوبترات مركز استجابة الطوارئ بالنا حق هاي السوالف. ممكن كان نحطيه هناك، او نحطيه مكان هذا، او نحطيه وايد اماكن. مو بامكاننا ان نمد شارع بس حق مركز الطواري هذا، اللي هو راح يكون الشارع من هنا لين مثلا هني، ويجيب المطافي واحطي مركز استجابة الطواري بالطريقة هاي في الزاوية، احطيهم هم ورادار مالهم جنبهم، احطي لهم سنسرات مالهم في المكان هني، احطي مركز سنسرات كل مكان في اماكن عجيبة، يعني ما تخرب على المدينة. بس يوم ادق يبين هني مهم مركز هني مثلا، ونحطي لنا بين الجسور هني، ونحطي لنا على اليبل، ولا فوق اليبل، هني فوق اليبل، شوفوا مكانه مثلا
ولا ايش اللي اشوفه؟ ولا تجربه؟ ولا تجربه ان مال الزلازل. شوفوا، وعند البترول نحطيه، نحطيه البترول مكان مركزي هني مثلا بالطريقه هاي. فبيون استجابة الطوارئ مفروض يطفون هالحريقة اصلا اذا ما امتد، ان شاء الله ما تمتد. بعدين ترى المكان بيتصلح بروحه، ترى مش قضية كبيرة يعني. بس اهم شيء عندي اسوي مستودعات، والمستودعات تكون قابلة للاستعمال، وتكون مستودعات يعني شكلها حلو شوي، لان نبغى مستودعات مركزية. ما نعرف منو يحتاج شو، من المرات نحتاج شيء معين كلها من مستودعات مكان واحد. هاي عندي 3 هليكوبترات و10 سيارات يعني يقدر يتجاوب مع الوضع. انزين، سجن وما سجن، انا اتصور هني ما نحتاج نحن نحطي وهالامور، لان منطقة صناعية بشكل عام بالنسبة لي يعني. وممكن احطي هاي بعد هني مثلا مال تسونامي، لان عندنا نحن بترول هني، وهني عند المواني مثلا نشيك، وعندنا صوب المطار هني مطار السحري. الهدف من المكان ما يكون يعني اجمل مكان في الدنيا، بس يكون جميل. ما في هدف صريح اني خليني اخلي هذا اجمل مكان ودنيا، ولا لا لا. الهدف هني انه يكون عملي، واظني عملي بما فيه الكفاية حاليا. قاعد اشوف الحركة حلوة الصراحة، شو يتحركون اوكي حاليا. ما اتصور بيستوي ضغط كبير، لان الضغط اللي في العادة يستوي ان مستودع ورا مستودع ويوقفون الشاحنات للابد. هني مشكلة الضغط الفعلي، هني حد يخزن شيء؟ هذا يخزنونها 52% فل. اوكي، يمكن تشوف بلاستيك وايد، بتروليوم وايد، يمكن نحتاج نسوي مناطق صناعيه. انا باكم تكتبوا لي تحت في الكومنت، بما ان ما خلص الحلقه هاي، تبون نبدا نسوي جميع المناطق الصناعيه. حلو، اول نبي يكون هنا كامل مناطق صناعيه ثلاثيه، وهني مناطق ثانيه ترى بنشتغل عليها، والخريطة بتكون شبه خالصة يعني. خلاص ترى استغلينا الخريطة كامل، بس بنعبيها عقب بعد في مانجمنت. بس الصراحة انا اشوف الخريطة هاي يعني يمكن كتصميم شارع الحمد لله يعني تمام 200 200. تبون نسوي هني مصانع ومواصلات؟ على فكرة فتحت خريطة زيادة يعني، لو تقولون شوفوا حاجة جديدة اوي يعني، فتحت الخريطة كامل. قلت يمكن نحتاج شوي اكثر، لان كان قاهرني هذا المكان انه حرام. اي صح، بخصوص اللي طلب المعسكر، المعسكر راح على الاغلب راح يكون ما بحر شو الفايده من قاعد افتحه. زين، المعسكر على الاغلب راح يكون هني. افكر او هني اكمل السياحه لين هني، اسوي جسور على فوق الجزر، اسوي هني مطاعم لين اخر شيء. لا، معسكر مو مسوي هنا. شفت المكان وايد حلو حق السياحة، يمكن نكمله، ممكن نكمله هذا حق السياحة من فوق. ونبي نسوي، بسوي معسكر في مكان ما، صار المعسكر راح يكون هنا. هذا المنطقة كاملة خليها معسكر، وبيكون أظني روعة يعني، بيكون شيء رائع. السلسلة هاي صح إن أستهلك فيها مساحة، لكن في نهاية اليوم شوفوا شكل المكان، أنا أشوفه رائع يعني. المهم، مشكورين على متابعة الحلقة، أتمنى أن تعجبكم الحلقة، وأتمنى منكم الدعم، أتمنى نوصل 2000 مشترك إن شاء الله قريبا، وأتمنى تساعدوني في هالشيء وتدقون شير إذا عجبتكم الحلقة. لا تنسون كالعادة، إذا عجبتكم الحلقة تقدرون تدقون عليها لايك، إذا ما عجبتكم الحلقة دقوا عليها ديسلايك، وهدوا الكومنت مالكم ليش مش عجبتكم الحلقة. دائما يهمني رأيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.